اول روبريك باش تكون باش نبدلوا شويه نوعيه الاسئله خير. باش تكون زون روج. زون روج باهي. في زون روج رياض كنت صرحت قبل في قاعده الجنوبيه عندك خوك مفقود في ليبيا. ما عرفش حنا نعرف شنو اخباره. اي عندي خويا في الثوره الليبيه تو بالضبط 8 سنين و25 يوم 8 سنين و26 يوم ما نعرفوه لا ميت ولا حي. وقلتها بامال دو فوا في برشا وسائل الاعلام والتلفزه التونسيه حطت تصاور العالم الكل المفقودين في ليبيا وانا ما كاني عمري نهار ما دخلت للتلفزه ولا عمري دخلت للوسيله الاعلاميه وكاني انا تابع جمعيه اخرى تابع بلاد اخرى مش تونس. معناتها اللي حياتي كامله نعيش في تونس ونحب بلادي. مشيت دربت في ليبيا انت ما حاولتش تسال غادي؟ انا دربت في ليبيا وين في المنطقه الشرقيه معناتها جهه مش في نفس البلاصه جهه بنغازي. وخويا ضاع في تخطف ثلاثه من ثلاثه مسلحين في طرابلس. ما فما حتى اخبار عليه؟ فما بيان سور حتى اخبار. كلمتوا السلطات شكيتوا شي ما عادش قالوا لكم هنا السلطات؟ دي قلقنا من السلطات وحتى هذا جا حكي ما فماش تفاعل. اي ما فماش ما فماش ما فماش راي. اسمع كلها تكالب على المصالح وعلى الكراسي الا ما رحم ربك. اما شكون باش يخدم هذاك نامور بروبر البلاد هذيا؟ تو يمكن الايامات بحول الله جايين ولا العوام جايه تو تخرج شكون ناس بالحق تحب البلاد تحب تخدم بحقيقه وبضمير مهني باهي. اما مش دقانا احنا كحاش اللي يسمعوا فينا كلها. فهمت؟ عندك شقيقك واحد اخر في العراق؟ لا ذاك مش شقيقي هو ولد خويا. ولد خوك؟ ولد خويا. اي مات في الله يرحمه في العراق عام 2013 نعتبره ان شاء الله عند الله شهيد. هو مشى يخدم في العراق وشنو بالضبط؟ لا ما مشاش يخدم في العراق، مشى فجر روحه عند امريكا اللي هي محتله العراق. فكره قال له كيفاش نمشي نفجر روحي انا عند امريكا في العراق نموت شهيد. على الاقل ما يجبوني في الماء. ناس دوله محتله. دوله امريكا محتله العراق. واللي يقول كلام غير هذايا يكذب على روحه ويكذب على العالم اللي هو مش فاهم يمكن. أمريكا العراق لتو محتل. صحيح. محتله منين؟ محتله من اجنبي. الاجنبي هذاك تو باهي او تو في الاخر بكل حد ندخل حديث في حديث. هاو العراقيين حبوا ياخذوا هم السياده نتاعهم قالوا لهم هيا اخرجوا علينا يا امريكا. قالوا لهم تخلصوا لنا القاعده نتاعنا اللي عندنا لهنا من اللي دخلنا لكم هنا. معناتها دخلوا قتلوا اكثر من ألف عالم عراقي وفرقوه الشعب بين سني وشيعي وضروهم بالفقر. الشعب العراقي تو فقير اللي هي اكبر حضاله الحضاره البابليه. في الاخر بكل ان شاء الله اعتبره عند الله شهيد وربي يفرج عليهم اخواننا في العراق. امين امين. كيفاش مشي وقت انت بعثتوا كيفاش صار في بالكم؟ لا مش بعثوا انا ما عنديش عليه سلطه باش نبعثوا. ديجا ما عنديش باسبور ولا ما نخليش يسافر انا. في الوقت هذاك ما حبش يحكي لي شكون كان السبب باش يحب يبعثوا لسوريا. قلت له انا ماشي لسوريا بنيه في الماء برا الغزه برا فلسطين. كي تحب تمشي انا ما عنديش عليه سلطه اكبر من 20 سنه وما يعيش عندي. في الاخر بكل هاو الجهاد بالرسم. اذا تهردت تمشي للعراق على الاقل كي قدر عليك ربي. هذا بالتليفون الكلام. فهمت؟ بلال عايش ولدي كان انت مقرر وطلبني وطلبني هو من شنو كان من دوله اخرى. كان رده كان كي طلبوني من العراق قالوا لي راهو بلال اسمع كلامك معناها نقول لك اسمع كلامي ان شاء الله ان شاء الله يكون شهيد. في الاخر بكل يكون شهيد لانه هو يحارب في مستعمر. ربي يرحمه ان شاء الله. لا وش نقول لك حاجه باش ما نعديوهاش. رانا خلقنا في الدنيا هذيا اللي هي قصيره على الاخر. نحن خلقنا باش نجاهدوا في سبيل الله كذا في سبيل اعلاء رايه الاسلام لان مسلمين. انا مسلم عاصي نعملهم وكله ما تابع حتى حزب. وفهموها كما تحب باللغه هذه. تو كي تجي تحكي كي تعطي رايك انت في اي موضوع انت تابع من انت شنو تابع؟ عمري 50 سنه وانت تو تتبع فيه تخليني تابع؟ ما نجمش نكسكس انا نبدل سبع باسبورات في حياتي. درت البلدان حضارات ديانات الوان واجناس مختلفه. ما نجمش تكون عندي انا خبره ما نجمش تكون نعرف. فهمت واضح. انا حتى الحبس خلت غدوه على سبيل الطرفه. غدوه كان عشنا صباح عندنا مباراه في سجن المرنقي مع قدماء المنتخب رياض بوزيزي وزبير بيا وكل. ما احلاها كيفاش نرجع غدوه نكور في المرنقيه بعد ما كنت انا موجود غادي في المرنقي.